معارك القانونية تشتعل اليوم بين عمالقة تكنولوجيا. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أعاد رفع دعوة سبق وتقدم بها ثم سحبها ضد شركة أوبن أي آي مطورة شات جي بي تي، متهما الشركة بالكذب حول تصنيف الشركة بغير ربحية ثم خداع المستثمرين. فلك، أعود إليك الآن. يعني ماسك اليوم تحول من صديق لهذه الشركة إلى ألد أعدائها. صحيح نادين، يعني خاصة أنه يعتبر أنه تعرض للخداع من قبل مؤسسيها. فإيلون ماسك الذي كان يوما من المشاركين في تأسيس أوبن أي آي عام 2015 يقول أنه تعرض للخيانة من قبل المؤسسين سام ألتمان وغريغ بروكمان. لماذا؟ لأنه انضم للشركة على أساس أنها غير ربحية ولمصلحة البشرية، كما أن ألتمان طمأنه بأن هذا الأمر سيضمن الحياد والتركيز على الأمان والشفافية لصالح الجميع. ولكن هذه العلاقة بدأت تنهار بين عامي 2017 و2018 عندما تحولت أهداف الشركة نحو كسب المال لجلب المساهمين وزيادة رأس المال، وكلل ذلك بتحالف مع شركة مايكروسوفت. بالنسبة لماسك، ألتمان قام بعملية احتيال كبيرة على إثر هذا التحالف، لدرجة أن الشركة قيمت بمبلغ كبير جدا قدره 100 مليار دولار. وكما سحب ماسك الدعوة نفسها قبل عدة أشهر دون أي تفسير، عاد لتقديمها مجددا فجأة. ولكن دعونا لا ننسى أنه حين رفع ماسك أول دعوة قضائية قابلته أوبن أي آي بنشر رسائل قديمة لماسك يعترف فيها بالحاجة إلى أن تجني الشركة مبالغ كبيرة من المال لتمويل الموارد اللازمة لتشغيل طموحات الذكاء الاصطناعي.